ايتما ديستما سلام ربي في اللون بركة ديدنا غا تكلي التضنيغ وغا وسندون تدمسا انتما زيرتينو البرلمان المغرب تشطن السند سوزيز وزرف انتزرافت مشروع قانون المالية. المشروع ديس راسنا التوجهات تغارسين الاقتصاد انتما زيرت غوس قواس 2013 اعدلت تلك سيزوار ينمنو الطن ينمنو الارقام همانين ايقر انت دمسا غتما زيرت نغا كنا المندوبية تخطيط مسل كمن ودور خدمنين العاطلين مليون و99 ألف نيان غوك الزوم وسكراد 2012 يبد العجز الميزانية نتسقاس نتمازير تغوص بقواس 2011 غستا فاصيلة واحد قلمية زويدنا المصاري في صندوق المقاصة يتدعم تغوصي وينترام تنطاقة سين دمراو انتكليت من 4 مليار درهم غوص بقواس 2002 أرتسعود 40 مليار درهم غوص بقواس 2011 غميز وان ران ساول فومينو سديوشكا وزرف انتزراف 2000 2013 سريس بوغلو وتادم سانت مازيرت ما منك أسايد تويتراس أوزيز لأوزرف انتي زرافت دي منتي فركيوين أغاي زراي أورتاي غازرف ما اللي مورات الجديدة أسديوشكا وزرف انتي زرافت وسقواسنا 2013 سري بوغلو إقران انت دمسا تنامورت أما كزومة ويسينة انت قروتها انغص صدرك جيس نساول في قران نوامون القطاعات الاجتماعية دمس دا جيسن يوشكا وزرف انتي زرافتنا 2013 ما منك أسرتا وستنبط غلم عيشتا تنشفليتا انتو درتي نامورنا دما دا تحيلة إيمايان اسما سديوشكا وزرف انتي زرافت الجديد حضر دين غا إيمانين غا عزانين غصد إمبقيون غا عزانين اللي غرا نناقش أزرف انتي زرافت قانون المالية يحضر دين غا الأستاذ النائب البرلماني رمضان بوعشرة دغي تمتان الحكومة تنبط نغض الأغلبية توقوت سي رمضان مرحبا بك. بارك الله فيك سي ابراهيم. نتشكر في الاستضافه انه نحمس البرنامج الاقتصادي البلدي اللي سبين الاهتمام حول القانون المالي الجديد 2013 اللي حنا نناقش ان شاء الله الى عدد الامور. ان شاء الله يحضر دين غتسقى تظلمت الاستاذ النائب البرلماني محمد شرورو دي غيتمتن تسقى المعارضه تدرسي سي محمد برك دارنغ تنميرتو مثنخ كني الساده مقرنقه لحقاش المناسبه نستيول دي مسليدن ود طرعانين خف المشروع القانون المالي نتيوي الحكومه مثل المزايا ديك سلانين مثل المشاكل مثل اقتراحات غير خلانين ان شاء الله. غادي كنبدا سي رمضان بوعشرة غصد ازرف انت زرافت قانون الماليه 2013 يشكد غيابو زمز غنطغيات السياقات اقتصاديه انت تمسا وسوي رمضان المستوى العالمي تلقى مميزه ناحيه تدمسي سكواسنا اللي زرينين تحت التاثيرات الاجتماعيه دمس التغييرات هذه السن انت مزال ما هاد كلو راه تجنس في السياق اللي عندو شكا غصد قانون الماليه سيكا عادي يزن الثاني خيوجان اللي غتفتح الحكومه غصد الخيار التضامني اللي غتركز في وامون في المجتمع. اولا هو يعني القانون المالي الجديد 2013 هي اول قانون تسكرت الحكومه اللي لنغيلاد الحكومه اللي غتشكل مجموعه من الاحزاب يشكل غمسي الوضع يعني سياسي عالمي يبدا من 2011 خلال العدد الاضطرابات اللي لنا تيميزار يعني العالم كله وخاصه تيميزار وعرب تيميزار من شمال افريقيا اللي الا الحراك الا مستي الحراك عربي ولا حراك مغربي حماس مجموعه من التقديرات السياسيين يعني مداد فوق التنديد في الاستبداد الظلم وكان مياد يريد حتى كنيس المغرب لانت مجموعه من الاحتجاجات في الاوضاع في العيش الكريم في الديمقراطيه في الحريه إلي درنح أسقواسي زدين 2011 يتميز بأنه إلا الدستور الجديد اللي كفان تنتهي القفزة النوعية يرفع شوية السقف المطالب يعني المجتمع
واضح مثلا الناحيه يعني الوضع السياسي اللي الوضع الاقتصادي هو انه المنطقه الاورو سنه 2011 تسنيت الازمه الديون السياديه تتج عن بان الاقتصاد العالمي يتراجع بزاف، خاصه انه اللي حنزر غير معدل النمو حمسنا 2010 هي 5.1، حمسنا 2011 يوريس 3.8. سي محمد شرورو الوزير الاقتصاد والماليه يساول مسد الحكومه مسد تنبط تشتا سوبريد الجانب التضامني غمس الوزير فنس الماليه ورتسكر التقشف ورتسكر الرخاء الترزم الفلوس بزاف خمس القانون ما يدقيس قيس تقا موفقه يسي قال قرار يسي عدل نغدوه بس مكي تسامح تقوم زوارو نكني لانتيني بانه بعد يكون دستور جديد ناي وشان المجموعه يعني الامتيازات لانتيني بانه زرين الانتخابات نوفمبر 2011 وشانيش التركيبة ديكس بأنه الحزب الناديوسان دام زوارو تاغي سيرا الحكومة فعلا الحكومة جديدة تدد إشن الأزمة ليش الأزمة عالمية ناغر يوك تأثير في المغرب على حقاش المغرب المعاملات الناس لان بزاف د أوروبا سن الأزمة إذن الحكومة أتويش المجموعة الإجراءات كتعاول تحدث الأزمة وتطوض يعني المغرب من خدان قويات الحاجة تسنات لانتيني بأنه المغرب وريستفد عنده ريستغل الأزمات النوقعين أربعة الدول الحمد لله المغرب النخي الذي كس الاستقرار ولكن لان الدول النقمية لا الأزمات لكن ربما فرصة للمغرب هذه استقطب إيش المجموعة اللي استثمرت مجموعة السياح المجموعة المسائل غزيدنين نمو المغرب القانون المالي نديدان ربما منا نختل الأزمة ولكن لانتيني بأنه يمكن الحكومة إلا غير ستويوك المشروع نايف نوع لحقاش ورداديك سنوفي يعني مجموعة من الإصلاحات الكبرى الإصلاحات الجدرية بزافنا القطاعات الإصلاحات بالخصوص سي محمد اللي تبدرت أن المشروع وجداد من 2013 قيس اللانت أردت أنت ديتك أنظر ديتك نقش ولد الموضوعات يغد نوري غمس غرنشتو غيلات ديمانين غا عزانين غي تسامح أنظر الروبورتاجن غا أمزوارو أنت قراوتاد اللي توسكارن فمن كاسة السجادة من كاسة تسمكي دي تنبط المشروع وزرف أنت زر عرفت تركي وين غيزري المشروعات الروبورتاج الجمعة 24 أكتوبر اكتمصريت البرلمان أمشتق أورتشا أم كوياس ضطون أخثر نمزن تمرت الديمة واسن انتنبط السجد إيماز لي تفسيرت نون قيس نقدم نوصة ضفن تيزرافت 2013 نزار البركة أما واسن تدمسر تيزرافت دي السجد آفد فسر إيسوتون تيسرتين تيزرافت أنتوو التجاوب مع المتطلبات الاجتماعية للمواطنين مع الحرص على تحقيق حكامة جيدة للسياسات المالية لبلادنا بهدف تحسين قدراتها التنموية والحفاظ على مصداقيتها على الصعيد الدولي وداد نت دمسيوين تدراوين أزري ونسور سدمسان أنامور ديا تغوريدة سعنات أقل سطن تيفوشان واس أفض يود نزار البركة إما يتستي تنبط وجوز مزن قد يكجم إدريس الأزمي أما واسنا يومزن تيغو سارك تفاصيل نصدوف دممك قد تسوتان تأتيس تاين تنبط اكتل لو تجمينا واني بارزن وتفعيلا لهذه الاستراتيجية سيتم خلال سنة 2013 إنشاء 3 وحدة طبية استعجالية للقرى ووضع 8 مصالح للمساعدة الطبية الاستعجالية وكذا تفعيل 15 مصلحة متنقلة للمستعجلات والإنعاش
نقول سويور نصدارت إبراهيم أرجدل ينا نبدادك تموس نتدمسات تيزرفت يومزي بارز نوفرز تدمسانين داغي السعنات أبارز نكجوم نتدلا ناغي في بدا التدزدي وسمار مصادوف انتيزرفت كني القسم الحالي تكلف لإعداد الميزانيات القطاعات الوزارية اللي هي تبعانين غيلاد نكنا غيلاد وصل العام أرنسك الدائرة الممتنين الرسائل تأطير اللي تمونين دي الرسالة التوجيهية رئيس الحكومة الرسالة التوجيهية رئيس الحكومة أرتي توزع على الوزارات كله تنت أرتي تيني قان التوجهات العامة لمقارن التوجهات لمقارن القانون المالية من كده تسرس نتيغو سار نيبارزن دميديقان ايو تسن نغيف دات مشوار تاما واسن تدمسا تزرفت دي بارزن يضمين نسمع قول المشاريع اللي نحوس الميزانية نسمع قول الأهداف اللي رانت تحقق الوزارة يسجل أهداف علاش وماني كاريس يسكر دونك باش نكني الميزانية تسكر الوزارة ماشي كيسكر الميزانية كنا كيريح الفلوس وصافي خص الميزانية يعني القطاع الوزاري يستمني النيرة يستمني تسكر يطف البرامج واضحين يطف المشاريع واضحين يطف أهداف واضحة تبرت تأطيريت كل يبرزن إيما وسين دات السعنات تامة ترتمز وروت نصفان نسمار نصادف انتزرفت أقراواد داي سوتول تزدين تموست انتزرفت دي برزن يضنين أما المد ضد فار دات نكجوم كيم شاور نسريدن دكل أبرز قانون المالية أرتد الإعداد نس من الشهور الأولى للسنة باش تستنتقل مدايات الميزانية أرتدو من الشهر 5 كان اسم قول الفرضيات من منك زيكز انت الفرضيات اللي في تبني القانون وما هذوك ولا الى التغييرات مقرنين مثلا اسعار المواد البتروليه ولا مثلا مثلا سعر الصرف يعني اختي سنتيني الفرضيات اللي مقرنين القانون الماليه بالتسفال تور انتدل الناغي في بدابراهيم دتدليوين يضنين قتيران ويورن أبريل تزورين ويورن ماي نكويا سكس ضي تطفار أسكير نوصادو فيزرين دتسفال تفركت الاستشراف دي ستي اسمار انتي غسار نبرز يضنين أرنزرا غريد منك نيلكم تنفيذ الميزانية للوزارة تعتمد في السيستم أرستين سيستم جيد سيستم انفورماتيك اللي فانت تعتمد باش نتبعها يعني الميزانيات من جميع الوزارات كل وحده على حده ما يتلك ما مثلا تنفيذ من الميزانيات بجميع اشكالها دارت نتنايت ميتوسكان لكتيغو سن 2012 دات سكجام تربوت مقترحات نوبرز نوسو قسن 2013 قل قاعدة البيانات السكجوم نفسك يادي رقمين ديتو سكار دارت نومساسي قرت موست نوبرز دات موست انتزرة درنا الاعتمادة دي 2012 شفناهم فين وصلوا غادي خصنا ندخلوا الاعتمادات ديال 2013 انا نسكر حلوا الاعتمادات الاوليه ياك من بعد ما نسكر الاجتماعات القطاع الوزاري نشكي الاعتمادات النهائيه مع القطاع ياك واني رغم ذلك كيبقاو دائما يقدر يكون التغييرات في وسط المسار ديال المشروع القانون الماليه الا كان هناك تحكيم من عند طرف وزير القطاع وزير الماليه ولا وزير القطاع وزير ديال القطاع المعني او من طرف رئيس الحكومه يعني اطراء التحكيم قد يكون تغييرات على ذلك الميزانيات وكندخلوها في نظام المعلومات أرتد سمار تود نو سمار تمزورت نوصادو في انتزرات إبراهيم أرجدال إتو غرياس نتدي مزوران تدليوين يضمين إيقرون أفادقن آزم زديقر كلو تدليوين ندى تحتانت تيغو سار نيبارز هاد الصياغة مني تتم ديال الإجراءات مختلف الإجراءات ولما كنوقفوا المعطيات كاملة بما فيها معطيات مكونات الميزانية العامة وميزانية مرافق المرافق المسيرة بصورة مستقلة ويعني الحسابات الخصوصية يتم تجميع هاد المعطيات كاملة وديك ساعة نديروا مسودة مشروع المسودة النهائية شبه النهائية لقانون المالية أسمار المسودة دات نسمور داي السعنات ما سمزي زور إيفوكا بتفوكاتي فركت نتوري إشقان داس فالن إينا ورنك تموست نتزرفت تفركت نسدودي إيسفكا تا
تدقيق في المعطيات، مراجعة شاملة لكل المعطيات، محاولة حينها إذا كان هناك تغيير ما طرأ على بعض المقتضيات إلى آخره. هذا من ناحية المعطيات. من ناحية التدابير والإجراءات تكون ديك الساعة من الصياغة ديالها، والصياغة تتم مع الأمانة العامة للحكومة، لأنه أنتم كتعرفوا بأنها هي الجهاز في الحكومة اللي تقوم يعني بالتشريع وبصياغة النصوص القانونية التنظيمية. لانا قراو يضني لافد فكونا صنفر نصدوف سمارن امشاور ديبرزن تتسكار تنفروت تسجيوين نغيف ورمساسند كانت مواسين تتموست انتزرافت دبوسان دروسن قدف غصدوف انتزرافت قريفاسن انتموست. هذه المرحلة هي المرحلة تقريبا النهائية اللي فيها تنجمع المعطيات كاملة باش نحصروا مشروع قانون المالية، يعني صيغة شبه نهائية اللي غادي تعرض على أندر يعني المجلس الوزراء، ومن بعد المجلس الحكومي اللي تيعطي يعني توقف الصيغة النهائية قبل عرضها على البرلمان. ديت فغ أصنفر نصدف انتزرافت تمنس دينين قسن إيساكسن أنقس دمسند وانتزرافت أنقس غفتي غسر نوانا وأنمان أنقس غفرزان الجبائية أنقس غفابرز نتيمرسل تنمانين دين قسن ياطنين. البلاد توجه البلاد توجه على أنه يدعم هذه القطاعات اللي منتجة واقتصادية بحال الصناعة، السياحة، التجارة، الصيد البحري، مثلا التجاره الخارجيه. اش قلتي؟ كلشي قطاعات كانت كلشي قطاعات اللي كانين علاقه قويه ياك الازمه اللي غير الحاليه الاقتصاديه مثلا الدوليه. القطاعات اللي كانت القطاعات اللي فتعتمد البلاد حاول فاش تعتمد باش انه انمي الصادرات نح ياك انمي يعني ديفيز يعني كنها ستينكنير يعني زافوار اكستيريور يعني ديفيز البلاد. نزار البركة إدريس الأزمي تتفركت الإقناع سميت تيتنبط نيت كارديس أصادف انتزراف نوسوكس 2013 إماخ دميمكي دي ساقستني يضنين غوري برلمانين دين غمس. بالنسبة لهذا المشروع قانون المالية فهو يأتي في ظروف دقيقة. أولا أزمة اقتصادية خانقة بالنسبة لدول العالم، من جهة أخرى هنالك كذلك ارتفاع المهول في الأسعار المواد الأساسية من النفط وكذلك الحبوب اللي عرفت ارتفاع ديال 50% أو وكذلك بالنسبة للمواد الأولية الأخرى. تفسير المذكرة التقديمية إيجاتي زوري نومس قدالي غزيف نقل البرلمان تسمان تيمون تنتدم ستزرفت تيمونين نيباراز نيطنين ددغ ضير زم نزار البركة أسدي نسغي من إغزيفن سوسفال نوسروس نكل السطول نكدي تدو أصنفار. هناك في هذا الإطار وهو تقلص الطلب الخارجي الموجه لبلادنا نتيجة الأزمة، وهذا له انعكاسات سلبية لا على الصادرات المغربية خصوصا بالنسبة للنسيج والإلكترونيك، ولا على كذلك السياحة بحكم واحد سجلنا تراجع في المداخل السياحية هذه السنة بما يقارب 5%. توفى تنبط إخ في نسدة سينستين تسرتي تنتقشف نتبدا غيف أسيقز نتغرى دو سالي نورغاي دو سيقز المعاشات دو طن نينورن نغذي جانستي آين فقي غاري السطول. نحن اعتبرنا أن لا يمكن خيار لا الخيار الأول لا الخيار الثاني. نحن نعتبر أنه من ضروري أن نقدم خيار ثالث الذي أولا يهدف إلى تسريع وتيرة نمو ولكن بشكل تضامني. منك قد يقول أستياد غيفت دمسة تنمورت دنتيس غوصة إي سفرنا فدي سجي تسس نتزرفت لدى تقانت إي دراون إي خاثرن دي دمسة نقل المغرب أوروبا دا أمريكا دقون زويل مخاوف لدى التالين غوري دباب انترميسين مع ضبط التوازنات الأساسية الماكرو اقتصادية، أي تقليص نسبة ديال العجز الى 4.8% من الناتج الداخلي باش نوصلوا 3% في افق سنه 2016، وكذلك الضمان ان احتياطي من العمره الصعبه ستبقى في 4 اشهر.
أستاي ويسكراد جميجيو يصنف نصادف انتزرفت التغوسان غفر كز إبريس الأزمي دي السعنات إما خطستيطان بط إيانا صنفار دي تبدأ غيف تبدأت. أهم المستجدات هي بناء هي ميزانية متوازنة مبنية أولاً على التضامن الاجتماعي وعلى التركيز على الفئات الاجتماعية والمجالات المهمشة، وكذلك بناء اقتصاد قوي من خلال التركيز على المقاولات الصغرى والمتوسطة. جوم نصادف انتزرفت البرلمان دي تجائم ززلن ديد باب ترمسين التلي غرصن تافس أتسنن إيمينوت النس التزادر النس آديد حيث دمسات نامورت أتبد دات انتساس انتزرفت تمضلنت التزادر نوز داي نونفلو. مرحبا سرتون تكليت تيابنين سي رمضان بوعشرة الوزير ان العمواس الاقتصاد والماليه يتساول مسدان حلان توكت المشاكل توكت نتموكريسين غماس الاقتصاد غنت مازيرت خصوصا غماس اسي سكواسن غرانين المشاكل كل اللي دان غلانين القانون الماليه وجداد اللي ديش كان غصد اريد درا مسرنا النمو نت مازيرت 4.5% مسرنا النقص العجز التجاري 7.8% مسرنا نقص الغماس البطالات 6% رأس سكواس 2016 المعارضه راك تيني الارقامات اورغان واقعيه يشقى المغرب يحقق الارقامات اللي زيتوشكا المشروع الانتزرفت 2013 وريقه واقعي تلكني ما تتيني مغمس نقطات هو أولا إلا يل يتغوصى من كل فلس مدن سواء كان الحكومة ولا المعارضة هو أنه الأزمة لا التداعيات الأزميات تشكد من أوروبا باعتبار أن أوروبا أنت تجد الشريك الأساسي للمغرب حيث أنه مجموعة من الصادرات عرفتون بزاف مثلا أوروبا ده ما يد ملي حتى الازمه طلب الخارجين اوروبا يدرس في المغرب غادي يتشكل نوع من العجز حماس الميزان التجاري مش القضيه النمو خصا نفرق لان النقاش ديال هذا العام اللي داه العام خصا نفرق بين استهداف النمو دماس النمو التوقعي غنا فتزرات التضارب ريتي لي نقر الحكومه مثلا بعض حماس كر الاوقات دماس المندوبيه للتخطيط ولا دماس البنك المغربي لان الحكومه تستهدف فشات الكميه ديال النمو ديال معين باعتبار انه السنه الفلاحيه تلقى متوسطه باعتبار انه العجز الميزانيه نا حماس 2013 لكم 4.8 اللي حماس البرنامج الحكومي ادى نحي اللي حماس 3% والمهم كله غاد هو ان القانون المالي انت يشكل اولا ابنه في حماس البرنامج الحكومي ابنه في التوقعات ولكن التوقعات هذو كوتنت يعني مدنا زون دي حسن تي القانون تيرا الكميه التيزي اللي مدنا تي نتيجه قاست لكم يعني زون دا حد حنسكدو بحمد ولا قيسن فلاس نسكيركيس ولا كرازون دخكان لا غنشكدو ما يمكنش عليه باش نسكيركيس في مين يعني التنين ودي قوت مع الاقتصاديين الخبراء التنين ربما الرقم هذا يقوت لا بالعكس الوكاله تنقيت العالميه ترتب المغرب اي ترتيب كان مهم بانه اصدر باش يجذب الاستثمارات الخارجيه ياك اللي التوقعات بعض التحليلات من برا بانه معدل النمو حماس المغرب حماس 2013 يقدر يكون 5.5% وبالتالي تجمعت يعني وتصح حتى دماس الميد اللي ناغ برا اللي تابعان الاقتصاد المتمازي سي محمد ربما حتى صندوق النقد الدولي اريتيني ممكن المغرب اي لك مغماس نسبه النمو 5% قانون الماليه يسوني نقص 4.5% بالتالي القانون عموما ممكن ان يلاقي نوع من اصدار يوفق نقرا غير اللي دار حلان دا غير اللي ممكن اتلك مستقبلا كني بعداكم زوار ولا انتني بانه الحكومه قال مقاربه النتقا تعتمد خصنات الحوايج تستعمل في الاستثمار الاستهلاك ما سمي غادي يدوي قال بانه غادي يدوز الاعتماد على الاستثمارات الخارجيه حاجه تم زوارد حاجتي سنات تحويلات
المغاربة لنا الخارج السياحة الخصوصة نسن بأن الخصوصة ورد ديك سي قيمشة السياحة لنتيني يمكن المغرب السياحة ترتبط أوروبا لا ترتبط أوروبا ولكن ترتبط الدول العربية الدول الخارج الدول الإفريقية لأن بأنه نكني ممكن المداخل المغرب أتزايدا ولكن مش نقايش السياسة نأخذ يوين العملة الصعبة سكبرها متى أنت السياحة يمكن ونستغلش الأزمات اللالين أكا السياح نور الدين غير تميزار دنيني أددون غير المغرب ولكن دان غير تركيا مثلا تركيا هي الخطة هي المنهجية الناس مي السياح نور الدينين غير مصر نور الدينين غير تونس دان غير تركيا ورد الدين غير المغرب ما ممكن الحكومة ما خلي قرتقي شان الخطة أتستقطب السياح هل عملة الصعبة دا تكشم الحاجة تسند لان سوار خفوية الاستثمارات الخارجية قالوا دي المغرب لحقاش المستثمرين لا تدون غرشان وانسا قميلة الاستقرار إذن المغرب لا ديكس الاستقرار ماخ اللي يقول حكومة تستغل الفرصة التويل مستثمرين نعولين الدون غر مثلا غر مصر غر تونس غر شوان صدنين ولكن الدون غر المغرب على حقاش المغرب إلا ديكس المناخ للاستثمار ليتشجع في الاستثمار إذن سنات الحويج الحاجة سنات خميري خد سيولخ هي المناصب الشغل مناصب الشغل لا تنسولك ما أستاذ لا نسول غير سمحت غير في الجانب اللي الجانب المالي اللي خصان اللي خصان الاقتصاد بالخصوص غير نسول في الضرائب يقرا نتايوسي انقطاع الضرائب غماس القانون الماليه يديشكا في المستجدات يسكر الامور تجدادين غير اصلاح النص تغدو هو في الحقيقه ما ستيني مكوني غير معارضه في ميات لانتيني وردي واش الحاج تجديد ماخ حاجة مزبروت أريد ليش الإصلاح يمقرن قوية نكني لنور الزوب أنه أتي لي بعد العدالة الجبائية يخص نوفى بأنه للمجموعة ميدن أريدها تخلص من الضرائب يخص أتي ليش الحوافز التحفيزات أكميدن لنتيني اللو يخص أن توسيع الوعاء الضريبي الحاجة تظنيني يمكن السكان دوياد أنا أقول النزريغ التشغير يمكن المسائل الاجتماعية ولكن نسير بأنه في الإعفاءات لا الإعفاءات مثلا غير تفلاح تقرا لا تفلاح لا بعد الإنعاء المنعيشين العقارين تقنين السكان الاجتماعي إذن المبلغ نقمي للإعفاء يوض يظن خستد المليار الدرهم ولكن المشكل ناي لانت لديك المضاربة قويد السكن الاجتماعي لحقاش ويدخ نمي خسانينا تستفد السكن الاجتماعي إلا المضاربة لا يتمز لا يزنزا لا يتوقع المشكلة تغيمة ديما المشكل السكن الاجتماعي ورده يتنقص كيس مشكل اغدار كن في طبق التغنية سي رمضان أن الإصلاح اللي قرد نتايوسي الضرائب نسن بأن الاتحاد العام مقاولات المغرب ريت تشكى غصاد ركتين القانون المالية 2013 يشكاد يرز المقاولات يشكاد الضرائب قوتني يزيد الضرائب يضني التيفيا الضريبة التيفيا ورسي سكح التكرى الإصلاح غالي ستقلن المستثمرين دولي راد تشكاد تنحسك الاستثمارات غد مازيرة أورتي دوفان ما سيمكن تتين غد مقيدة هو السلم ربط هو أن القانون المالية 2013 انت يويدين الشق إمقورن تحفيز المقاوله الاتجاه التنافسي ما يد يخلق العدد الامور الاجراءات التدبيريه غمس الميدان الضرائب هذا في المثال هو انه نقلص العبء الضريبي في المقاولات للشركات اللي تربح اكثر من 200 الف درهم من 30% الى 10% وكان المقاولات تشكل تقريبا 77% هي التجوال تسنت هو أنه رد الغين ابتداء من يناير 2013 أروى 30-12-2013 جميع التأخيرات يعني الغرامات اللي ترتبط في مس نتأخر في الضريبة هاي مسألة مهمة يقدر يشجع أولا باش الوعاء الضريبي أي فولكي بالنسبة للمالية الدولة ثم تشجع المقاولة المسألة السكرت أنه المقاولة اللي يرفع حماس الرأس مالنس أراد الضريبة على الشركة أراد يدوري من 30% أرى 20%
إلي مجموعة من التحفيزات ضني إلي أنت الضرائب هي ضني فولي فولي في الشركات اختينا أورد نسمى كان ضرائب إنما كانت مساهمات رانيني مثلا المساهمة اللي نرى صندوق التماسك الاجتماعي اللي استهدفني الفئة اللي كان هشة فقيرة غمس المجتمع أنني مثلا الشركات اللي دايرة أكثر من 20 مليون درهم حربح الصافي سكن سكن الى قيسيه العدد لي ترونش اختنت كاع مساهمه باش ندعم يعني الصندوق لان الفلسفه القانون الماليه يشكل غمس مبدا التضامن اللي قيس بالنسبه كذلك الطبقه اللي طمزت اكثر من 300 الف درهم غمس اسكاس تتو كذلك رد سهم غمس الصندوق وبالتالي ف ويفاد اسمها كل بان التضريب وغني التضريب للمقاولات اكثر من انه مساهمه خصنا نفرق بين المساهمات الضرائب لان المساهمه تشكل فلسفه التضامن اللي لا بداس لان حوري لغا الاستقرار مازالتي للسلم الاجتماعي ما يمكنش هادشي اللي الوتر ومن راك التنين في الوقت اللي قتل الازمه الشركه تلات درس الازمه يعني لانت الضرائب يا ضني اللي تسمى مساهمات يا ضني تضامنيه غلقت بالضبط مي نري شويه غماس يقدر ياثر غماس الشركه هذه غنرجع تنساو الصادرات القانونات ملي كتمسجوش باش اي نمين غدا اي سبوغلو الصادرات غماس انت مازير تنسن مسا الواردات غير اللي نشكشم يوتيس نتكال غير اللي نصفيض هو القانون اخصاء القانونات مازجوش باش اي طور غماس يمصفض النغ طبيعي غير طوني مصفض سطور الشركات نعم لنت مجموعه من التحفيزات في ميادة السي ابراهيم اولا الا ان يشكل المشروع باش يحاول يسكت التوازنات الخارجيه يحسن حمس المجودات الخارجيه بعد هي تسنت ان نحاول ان نرفع حمس الحجم الصادرات تسكرت جات احداث تقريبا 12 منطقه حره تلغمس القانون الماليه تسكرت جات تحسين تدبير الانظمه الاقتصاديه اللي تكلف حمس الجمارك تيسنات هي تنويع الاسواق المستهدفه بالتالي خصها تستهدف البلدان العربيه تستهدف البلدان الافريقيه ثم كذلك نحاول باش الين التحكم على مثلا تدفق الواردات لان السياسات لابد ثم يعني باش نحافظ ثمس العجز التجاري لان انت تعكس القوه الاقتصاد اللي انت حنا حمس القانون الماليه مجموعه من التخفيضات يغدروا بزرام القانون الماليه اكثر من العدد اللي زرتك اللي لاقيس الا ما تدوكيز من 254% مثلا 10% حمس الاعفاءات حمس الرسوم الجمركيه. سي محمد ربما اللي تسفلت لانت غير اجراءات واش كتسير انت الحكومه غمس سواء غمس غاد الصادرات غير الضرائب غير الاعفاءات الضريبيه خصوصا غير السكن لانت غير مرات الامتيازات الضريبيه الشركات اللي راكش مثلا البورصه لانت غير دعم القطاع الخاص التنافسيه ما كلو يسي قدر خلنا دار النون هذا اي سي تي الديسفور تمازيت غير الازمه غتسس تدمسنت غير الازمه الاقتصاديه غتلا غصات. ويمكن دان انا ناي بانه الحكومه وصغير 10 شهور 10 ديور يمكنني بانه ما يمكنش 10 شهور حكومه تجي الحاجتي ملموسه ما كاين مشكل ولكن لانتيني بانه الامور تسول وريليش ان يعني شان تطور يعني البرنامج الحكومه على حقاش الحكومه جايون تصريح تيو يديك يوكل البرنامج نكني سولو ناي الملامح البدايه للبرنامج الحاج تيسنات مش راني ان الصادرات الواردات انت في لا يوكل عجز ناي وظن تقريبا 82 مليار درهم اي مش بحق يعني الا يوكل العجز مقرن ولانتيني بانه الاحتياطي ان الا نغل المغرب بالعمله الصعبه يمكن ما ثلاث شهور ما مشى الحاج تموها يدروس بزاف يعني الحكومات تدا غير اللجوء الاحتياط الائتماني القروض تفتغل القروض هذا اللي يتزايد اللي يتزايد الازمه الحاج تيسنات لانتيني بانه يختخ يمكن راه يعني المغرب هذه زايد غردات يختخ بعدا على الاقل قويا المناصب الشغل
المعدل النمو يخص نقطة المعدل النمو لتك 47 ألف منصب شغل ممكن دان حسب أمونا النيلة غير تقريبا ما يزيد على مليون يعني المعطل مليون وتسعين ألف الحال. إذن يخسخ النقط النمو أتزايدن معنى يخسخني ليك 7.5 معدل النمو واش الحكومه كيظهري لا كنا ندرا 4.5 تقوت انا اجدد تسمى 7 ربما خيرا اني قلت باهره خصوصا غمس الازمه الازمه نتيني بانه يخص الحاج تم زوروت يخص تشجيع الاستثمار غاسوين الداخلي غند الخارجي يخص تشجيع الاستهلاك وخص تنويع الواردات الصادرات يخصها الصناعه الغذائيه تطور مزيان هكا يمكن ناوي العمله الصعبه يخص السياحه الرؤيه 2020 تسول التوسكار باش تايفوت نسي غير تسامح ما رديتو نفتو غير ديما نين قاع الزنين انظر الروبورتاج نغا ويسين تقراو تنغصد لي توسكار في الحضور الجانب الاجتماعي تسكن وامون غوزرف انتي زرفت قانون الماليه 2013 روبورتاج سينما المدن فغنتن ملك تزوري نوبري دنسن امنتين مزلين وجانتن نارتلن ناروز أدستين تاودا أعراق دوس غوص نتوجا يجانتن نارتبدن تاغوري دات نغول ايتن من كهتنا لحياة المدرسة حياة المدرسة يمنع أهلا هاش حسين كهتنا لحياة المدرسة فوها أرزاق راح يطلع مدرسة يعني عامين على داش يحصل يا كيختني نعم وراش نقرا في المدرسة أمن مدناد أرستنا من تل نصف غنسن سكتين من الأفد جنتو رياضين أمن مدناد جان حيطون ينوداد دايس دار وسن ديدان نصب دي نشيران لومار جغرمان دوياد ميديس حيل آغوس نتيسير أدس هيو البرنامج نتيسير يشكد باش يشجع أولا تلاميذ على المواظبة يعني الحضور أكثر ثم تشجيع التمدرس أكثر وخصوصا تشجيع الفتاة القروية أصن فراد يوغل سدات نوس قسن 2008 جوز من زناتيقة تمواس نوس المد تانامورت يتظرو تغيف تغوري نشيران جيغرمان لومار تربت تظرو تسعنت يانا سورس أوريزيلن وفوق سكتين مل دي تالي تغوص يدنا قد سبد أسكير نوغوس 2011-2012 نسبة الهدر المدرسي مثلا الانقطاع في صف الفتيات انتقل مثلا من 30 منقطعة إلى 8 المنقطعة حاليا في 2011-2012 السن يعني نجاح كبير بزاف خصوصا يعني الإقليم الشكائي تبعها خصوصا أنه المرحلة التجريبية 2008-2009 لانت بزاف المؤشرات ارتفعت بزاف من بينها أولا ارتفاع نسب التلاميذ نين قطع نخف الدراسة ورين دي خصص المدرسة عاون نسجل أفاد نظر أسنة لوغار نموتيس لأكاديمية توسكي وتنوس جميدوس المد أفاد نظر وانا ونوغاوس دوانا ونتفدي وين ناتو سرسنت أفاد يوضئي وتسنس تادي سعيد وين ناسو لنكتفرك تنتغوري ايتن من علاش؟ لأن أصلا البرنامج انتسير يداد كشرط بالنسبة للأسر يخصى تروانس يخصى تخمج المدرسة باش تستفد الدعم من تيسير نسبة التمدرس ترتفع شي شوية من 2008 حتى 2012 ارتفعت سيادة نسبة فولكين تكتن تناليت ندى توفكاي توجيوين ستفدي وين الحضور نيم المدينة ايتن ملكو ياس دوياد يوستيزي قروتك الاستخلاص المنح سيان وناو اسدين اشكويا من المدنة دي تغياب غيفتن ملكو زنتك الزدينت دايس بدا تناليد غير توجه برنامج تيسير هو برنامج للتحويلات المالية المشروطة برنامج وطني بدأت تجربة في سنة 2008 بدأت بمرحلة تجريبية من 2008-2010 بدأت في الأول على مستوى 5 جهات ومنهم استفدت جهة سوسمة الصدرعة
القيمة يا غاو سكتي فركت نترميت يانو سكس غيديس أدياتش تسجيوين تمسايين أدام ننستيز دارنس أدي ساكزوطون نفوغ سكتين مل دوياد يويسون غالنس أفادياو تمنادين تمينوتين صوتفان كانينا وين حاليا بالنسبة 2011-2012 استفدت 140 ألف أسرة 140 ألف مستفيد بما معدل 69 ألف أسرة يعني كاين الاسره اللي كتلقى عندها شحال من تلميذ مستفيد. في البدايه في سنه 2008 كان اول معيار هو معيار ان الجامعه اولا سميتو اولا الدوار من الدواوير ولا من الجامعات اللي هي مرتبه في الجامعات اللي عندها نسبه فقر تتفوت 30% في 2008 كانوا اختاروا المعيار ديال نسبه الهدر المدرسي يعني باش تستافد الجامعه خص يكون عندها نسبه الهدر المدرسي كتفوت 8%. اما غوص نتيسير راميد انغدى غوص نتواسان نوجيشي يانونا قراوة نمان دايس غوصا وينزل دين قوبا راز نتادوسي جيد غرناد دان وطون الإخاثار نينا مورن اتسقى افدفني الفرصة او سجي قوس قنف نساوى الكريتاب اللي جيبي لي تيغوي اللي بوفر واللي قال الفقراء ودرس نيات اللي نغوي اللي نغ الهشاشة التنسارة العتبة الفقر يوفا يا غوسا نمان أسدنت مكريسين تمزورو تنسنت قيرت زيدار نوس قنف أديس ونقب إسو تورن سياتو سكيوت نيز دار تنلمط تي زيدار تنفقانين ديمسن إمصن دوياد ذي تاوي إيوزي قز الاستفادة نوي نوسين لكارت نراميد نوشي تحالين مكينينش دبا هاد سيدة مستفيدة ياك تتا يتستفد تستفد هذا الكارت نراميد نس ياك ولكن المشكل اللي درس تفكر انت حالي دارنا غير المستشفى هاتني ولكن غمس زود فوسفات الكناء اي لم يزور دارنا زود غوي ارتيرا نوس قسن 2012 ان ملوطن المستفيدين سكتا كاردن راميد مليون دوزكن ابضاي سيني سويرن الهاشاشا دوزلاد اشكل مستفيدين نلن قسوير نوزلاد دتيلي غرسن تاكاردا سلمشن قزمز نكدا يكن المستفيدين الهاشاشا سكتا كاردا 120 درهم دوري قان تدلن توجا ادور تزري 600 درهم خويا سكوس ويلي ودرس نيات الكم درنا تقريبا تقرب مليون تبدا النسبه للان هي 3.3 اللي تمثل ويد اللي درس نيات غير المغرب يعني 1.1% بالنسبه لنسبه حده الفقر يعني ويلي درس كثير ميدي غين أدم مزلاي إيغاوسن إنامان نيجا وتسنس تحصين نشبر أنامان دوم جدي قومون يانو سقسي داتراران تغيفس إسقسن نوسكير نوغاوسات مرحبا سبتون من لين غزانين تكليت يضنين سي محمد شرورو غلمسن القانون المالية 2013 إسان جيسياف غصاد ونامورا مغربي المواطن المغربي غصاد إسان في القانون ما تنفعان دماري سياوس غمس القدرة الشرائية التعهدات ليستفكة نبط السيزوان غمسن تسرحنس الحكومي كي تسامح هذا أيضا البرنامج الحكومة القانون المالي بعد المواطن عند مزداغ المغرب دوك ماني قلان لا تراعن سنة نتوض شال حاجة نستفدن شال حاجة سقويت سك السياسة توجدت الحكومة يعني مع الأسف وخط الأزمة الحكومة يعني ترغم إلا غير إرغمة تزايد قويد المحروقات البترول هي هذه إلا غير يكلي انعكاس مقور في القدرة الشرائية المواطن وبالتالي يعني تلاقيش المخرجتي مقور قويد بانه الزياده ديال المحروقات يعني لتزايد كلشي ولكن الاستهلاكيه ما سنتسقايا ظني لا غير صندوق المقاصه اللي سولي تدعم اللي غير صندوق التماسك الاجتماعي غير هذه اللي جوج الملاير درهم اللي راه يدعم المواطنين لا انا مشكل ربما القانون المالي واش كتسرى مين واش كتستيسير واش كتدعم المدرسي صندوق التنميه القرويه والمناطق الجبليه يدران المناطق هذه ربما خيرا ريوس رياسه القدره الشرائيه للمواطنين النتينه لا ولكن لا نساو انك في التفعيل مننخي خصها الاجراءات هذا وضن غير المواطن
بندا انا ني صندوق المقاصه دغيو ضناخ ديال 52 مليار درهم يعني، ولكن المشكل ما كستفدنا بزاف سقويا ميدن الاغنياء ولا غير لا غير سن لاباس. انا مثلا البوطه كاين مواطن بسيط لا تستهلك يشتك شهرين، ولكن يوك غير لا يستهلك 20 شهرين، اذا لي تربح اكثر. اذا كني لانتيني خصيش المقاربه جديد نسن بان الحكومه التويج للمشروع لاصلاح صندوق المقاصه، ولكن انت قد تخوف نيلان لان تقول بانه تحرير نويا الاثمنه يمكن اتيلي زياده الاثمنه يمكن غير سيري تاثير سلبي في المواطنين. انا العالم القروي سمحتي العالم القروي السياسه للحكومه ظن بانه ارديويش الاجراءات ملموسه لحقاش العالم القروي دغي زعما تلغوش الازمه لاق المواصلات لاق المستشفيات لاق المدارس يعني الا المشاكل قوية. تبقى تض السي رضا اللي سينا السي احمد تلقى مهمه بزاف غصاد العالم القروي درار خص الوقت الثلج نلاقي غصاد غرسنا رتبين بدنا رسمونا المونت 4 شهور 5 شهور ولا ما نساسني التوكان نزرع فعلا لدينا صندوق التنميه القرويه والمناطق الجبليه قسم مليار ونص درهم ما هي دورات زران بدنا غمس غير الميدان ورات التمنيدن ورات زران ما هي كله ترى حتى جا فعلا نسقسى لا غير الاصلاح صندوق المقاصه راه غلقتر غصنا قد كله اللي دارنا غلانين مزيان غير قبل نجي سمسنا العالم القروي ضروري باش تجاوب في هذه القضيه صندوق المقاصه اللي سينا السي محمد شرورو هو انه بالفعل العام 2012 تزيد الحكومه غمس الاسعار المحروقات، ولكن هاتي ضروري باش تزيد غمس نعشك لانه السعر البرميل للبترول الكميه 12 دولار غمس 2012 تيلي الازمه هاتي غادي درنا هي الاشكاليه. اما الخيار الحكومه ما دارش الا اما تحبس الاستثمارات 188 مليار اللي تلقى غمس 2012 تحيد درسك المدارس درسك المستشفيات تشد صندوق المقاصه اللي غور تستفاد الفئه الفقيره. اثرتينت الاحصائيات بانه تقريبا بعض مثلا زود البنزين غير نقول شي الله كان 2 ولا 3% غتستفاد تقريبا الفئه الضعيفه في المقارنه بانه الطبقه فوق الوسطى همس الطبقه الميسوره انت تستفاد همس غير. اذا هذه المساله الاولى رغم انه حمس صندوق المقاصه حمس 2013 تخصص قيس الحكومه 40 مليار درهم الي المشروع حمس 2013 بانه رتبدل السياسه صندوق المقاصه راه تشوف همس سياسه الاستهداف يعني الضمان المواطن اللي كان فقير تلك الكميه المبلغ شهري اللي سيدي عمرو بوطا اذا ما ساكرني اذا ما اذا ما انت داكيس مشاكل يضني الطوان من كسرت تونس همس العالم القروي بالفعل انت العالم القروي هنا الرسم 2010 قاس 500 مليون 2011 مليار 2012 يعني مليار 2013 قاس مليار ونص، ولكن هذول انتم بان تقريبا اكثر من 20 مليار تخصص الى العالم القروي حمس البنيه وادي غير مليار ونص غير من صندوق دعم التنميه القرويه على حسب ربما الشرور يطرح السؤال هذا همس الاثنين اللي زرين يجاو فلاس الوزير بانه هاتي المبلغ هذني اكثر من 20 مليار يتخصص يعني صندوق التماسك الاجتماعي من الرؤيه المشروع من كتلقى الرؤيه السياسه نسدي يشكل هو صندوق التماسك الاجتماعي يشكل بناء على الخطه اللي تسكر حمس 2000 القانون المالي 2013 اللي وضع المواطن خصوله بالاهتمام لهذا فانه يستهدف المواطن من خلال مجموعه من البرامج اولا قالت الراميد اللي دل الهدف بانه رقسي 8 ملايين اونص اللي رقسي استفد لحد الساعه تقريبا مليون مستفيد رقسي الا برنامج تيسير اللي غير استفد تقريبا كان 783 الف تلميذ حمسنا الى حد الساعه اللي كذلك توسيع برنامج مليون محفظه اللي هدفن باش الكم تقريبا 3 ملايين و898 الف تلميذ ولكن شريطه بانه راه كمل التغريس بالاضافه الى الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. ولكن الصندوق انت
غير تندعم لا بدات نوري سمسنا التجمعات اللي نسات لي انه من خلال المساهمات الاجتماعيه التضامن الشركات اللي دايره اكثر من 20 مليون اللي تساهم تقريبا في 2 ملايير او 2 ملايير سنتيم. يعني في نفتا السي محمد اسمه يدروس القانون الماليه 2013 يشكال يسكر 24290 منصب مالي الوظيفه الجديد العاطلين، يعني غسي سكواس العملي العمد ردان حتى لي 50000 منصب شغل انت تيقدان 5 سنين، يعني حتى نقارن انت تسكن قر 2002 2007، يعني حنكون عامين نسكر 50000 منصب شغل يسي كفا مايا. لا انكني بعدا تمزوارو تنتيني اخساخور تعتمد بزاف في الادارات العموميه لحقاش المناصب غي لا نقول وزارات كني غور خيان تضخم من الموارد البشريه للادارات. السياسه اللي خصها تكون هي تشجيع الاستثمار، تشجيع المقاولات المزينين المتوسطه، اكد خلق المناصب للشغل لحقاش الاداره يولي الناس وتقدا تجاوب ايا الخصائص اللي نقول المناصب للشغل حاش تيسنات لانتيني بانه ايا النمو معدل النمو يخص ادي كويت الدوي تاري يتزايد اكا انا يمكن ان خلق بزاف الثروات بزاف الفرص من الشغل الحاج تيظن مشي تسمحت لابد العالم القروي غير في السي والخشي شويه على حقاش كني مانيش نقول نلزق العالم القروي. مخطط المغرب الاخضر والنسي والغيس مخطط المغرب الاخضر يعني الاهداف الناس المزايا الناس ظهرا واضحين، ولكن المشكل ان المخطط ورد يخدم المصاريح وفلاح امزان المتوسط لانتيني بانه السياسه التواصليه قويه للمخطط المغرب الاخضر يخص الحكومه تراجع السياسه التواصليه يخص افلاح مزان اديسين المزايا لحقاش الى حد اليوم افلاح يمقرن اك تستفاد من المخطط 2008 الدا لاني فلاح نورسين نقول والو اذا كاين مشكل الا المشكل لحقاش فلاح مشهور فيشان الدعم يمكن هذه الزنز تمازير تيدو دغرت مدينه يقلب الراكه. اذا هذا تنبيه ايدي قويه اللي خص الحكومه غير يصرف البال. كنسنمير السي محمد شرورو غصاد لكم بهره نسنمير يمبقيون غا عزانين سي سمنون يمنين غا عزانين نسنمير يمبقيون دغ يحضرن غصاد نسنمير الاستاذ النائب البرلماني عبد رمضان بوعشره دغ يتمتن الحكومه تنبط دار نسنمير الاستاذ النائب البرلماني محمد شرورو دغ يتمتن تسقى المعارضه. اما كني يمنين غا عزالين يتمد يستما نرجعوا لهنا الخير راه ونتيني ارتيكلي تاضني غوا سنون تاد مسانت مازيرتينو.